التلغراف اللي جاي من جناب الخديوي بيقول ايه؟ بيقول ان محمد عبده في محلة نصر قبض عليه. بكتبوا التلغراف بخط كويس. التلغراف هو اللي خط وحش يا باشا، يا ريت تغيروه. تمام يا فندم. جهز قوة في سرية تامة، هنقبض على عدو الخديوي. تمام يا فندم. وارمي الواد ده في الحجز لحد ما نرجع. مدام معروف ايه الكميات اللي مطلوبة مننا كل اسبوع، ما نجهزها. يجهزها يا شهبندر التجار. اهلا وسهلا. اهلا خير؟ في حاجة يعني؟ حد بعتكم في حاجة؟ انا اللي جاي من نفسي، قالوا لي انك بتتاجر مع الانجليز، قلت اقتله واسيح دمه على ارض الوكالة. امشي يا واد انت، واخش جوه. امشي. حاضر يا شهبندر. حاضر. صحش عايز ما يصحش يعني تكلمني بالشكل ده قدام الشغيل. فوق لنفسك يا فكري، احنا اصحاب مال ونعرف كويس قوي احنا بنتكلم ازاي مع مين. طيب ماني صاحب مال برضه؟ لا، ما انت صاحب مال وانت عارف كده كويس. على العموم يعني انا ما بتاجرش مع الانجليز ولا اي حاجه يعني، معقول اجيب الانجليز لغايه هنا؟ عموما ده انذار. عيب يا كاتب. فوق يا فكر، احنا مصريين واحرار. انا هقول لنواره على كل اللي انتوا بتعملوه دي. اسمها الست نواره، انت فاهم؟ الست نواره وهتفضل طول عمرها الست نواره. دي مرتي، معقوله يعني هتعمل ست عليا؟ ايوه هتعمل ست عليك. ماشي. في اي حاجه تانية؟ لا لحد دلوقتي لا. يلا بينا يا كاتب. يلا. ماشي ان وريتكم. هات لي موظف التلغراف من الحجز. تمام يا فندم. ايه الجراءه دي؟ واحد يضرب الخديوي والانجليز على قفاهم ويرجع تاني؟ تمام يا فندم. اسمع، ابعت تلغراف لمأمور المينا في اسكندريه، قول له يقبض على اللي اسمه محمد عبده ويمنعه من ركوب اي سفينه. حاضر يا باشا. التلغراف يتكتب بخط ناري. هنعمل ايه بس يا باشا؟ الخط خط تلغراف، هنعمل ايه بس؟ عملت ايه يا شيخ بلصفي؟ بعت له مرسال. لو كانوا قبضوا عليه كنا عرفنا. هما يعني هما قبضوا على عبد الله النديم؟ عبد الله النديم يقدر يستخبى في وسط الناس، لكن الشيخ محمد عبده ما يقدرش ابدا. هو رجع ليه من باريس؟ في حد يرجع من باريس؟ الشيخ محمد عبده راجل صاحب رساله اسمه الاميره، واضح انه حاسس انه مش هيقدر يكمل رسالته في باريس. وله ابن صحته تعبت في باريس. انا خايف مراته تكون تعبت هي كمان في باريس، انا حسيت ده من كلامه. هو واخدهم معاه هنا وهناك ليه؟ يحسبهم غربة وسفر وخوف ليه؟ انت اتأكدت ان نوارة واللي معاها ما يعرفوش؟ ايوه، بس بدأوا يدوروا ورا فكرة الدسوقي. يبقى هنسمع خبر موت اكبر عميل للانجليز قريب. يعني الامل دلوقتي في الراجل الغريب ابو شومة ونوارة. تفتكر دول يعرفوا معنى الوطنية؟ الوطنية شعور اسمه الاميرة، زيها زي شعور البنوة. الواحد بيلاقي نفسه بيحب بلده، بيغير عليها، بيعيش أفراحها وأحزانها تمام زي ما بنحب أولادنا بعد ما بنخلفهم. الواحد ممكن يمشي زهقان ويسب في الحال والمحتال وما تعجبوش حاجة أبدا في البلد، إنما ساعة ما يحصل حاجة قلبه يقيد نار. عشق يا شيخ حسن. الوطنية عشق، عشق للنيل، للأرض، للشوارع كمان. اللهجة البلدي عنوان مصر. تسمعي يا سمو الأميرة اللهجة المصري، تقوليش بتسمعي مزيكا، إنما تسمعي لهجة الأجنبي المحتل. باردون إكسلانس، اللهجة الإنجليزي حلوة برضو. باردونك معاك يا أميرة، معلش الناس أذواق. ربنا يسترها معاك يا شيخ محمد. اللي قلنا يا شيخ، هو الشيخ محمد عبده هربان فين في مصر؟ الشيخ محمد ما بيهربش ومش محتاج يهرب، عدوه ما بيشوفوش. الشيخ محمد عبده رجل صالح مقضي طول عمره في ذكر الله، واللي يعادي راجل زي دوت بيبقى بيعادي ربنا وبيحاربه. وكما جاء في الأثر، إن عادى واحد منا وليا من أولياء الله فهو في حرب مع الله جل جلاله.
يعني هو في مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. والمعنى أن الله جل شأنه لا يغفل عن العصاة المجرمين، وإنما يمهلهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإنما وضعهم في الآخرة أن تتحجر أبصارهم، لا يلتفتون إلى شيء من الخوف، وقلوبهم خالية من أي شيء إلا الفزع. اللهم قنا من عذاب النار. روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. هذا بالنسبة للمؤمنين. أما بالنسبة للظالمين فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. يا شيخنا الجليل، ممكن أصلي صلاة المغرب قصر في السفر؟ المغرب بيتصلى زي ما هو، 3 ركعات في السفر. صحيح، صدقة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار. وليه بس التعب ده كله يا سيد حمادة؟ حل أكل من مطبخي لحين ما نشوف الطباخ تبعك. شيخ محمد، والله أنا بتعجب كيف بتسافر باريس وتونس ومصر وما بتخاف خديوي ولا سلطان. كنا في حاجة إلى ري الشوق يا أمير أرسلان، وزيارة الأهل والأصدقاء، والحمد لله ربنا ستر. شيخ محمد، بنسيبك تستريح وتاكل وبنستناك بالجامع إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شرفت وأنست، مع ألف سلامة. يا غالية، هاتي الولاد وتعالي. تعالوا أيوة يا شيخ محمد. تفضلوا تفضلوا، اقعد يا محمد. تعالي يا ولاد، تعالي كلي، تعالي 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 تعالي، يلا كلي. لا كلي يا محمد كويس. ده كلام يا حبيبتي؟ ايه بس اللي انت بتعمليه ده؟ انا عملت ايه يا فكري؟ بعتلي العيساوي والكاتب يدوروا ورايا ويهددوني بالورق القديم اللي بيننا. ما هي الناس كلها بيتهموني اني بشتغل مع الانجليز. وانت بتخرجي من البيت؟ ما بخرجش من البيت، بس انت بتشتغل عندي. لسه برضو شايفاني صغير وما كبرتش انا. وهره وهتفضل طول عمرك في نظري صغير يا عينيا. بس انا كبرت، كبرت قوي 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 يا نواره. وانا بقى الست، وحفضل طول عمري طول ما انا عايشه الست، فاهم يا روحي؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل.
اتفضل. اهلا بالشيخ محمد عبده. اهلا بيك. نورت الشام كله. اهلا وسهلا. اعتقد ان احنا اتقابلنا قبل كده. الحقيقه ما حصلليش الشرف العظيم، لكن انا حبيت اجي انبهك بنفسي ان السلطان المعظم وانا من رجاله، عظمه السلطان بيزعل جدا من الناس اللي بينشروا القلق في البلاد وبيتعامل معاهم بمنتهى الشده والحزم. انا رجل دين. انعم واكرم. بعلم علوم الدين وبتكلم في الدين وبس كده. يبقى عداك العيب. على فكرة مولانا السلطان المعظم مش ضد الدين، هو ضد اللي ضده، واحنا جميعا كلنا ضد اللي ضد السلطان، ولا ايه؟ افهم من كده ان حضرتك جاي تهددني؟ لا ابدا، انا بس حبيت اوضح لك الامور. طب تصدق بايه؟ مرة في مجلس من المجالس، واحد من الحضور تطاول على مولانا السلطان، أم واحد من الجالسين طعنه بخنجر. وانت عارف لعبة الخناجر دي منتشرة هنا عندنا في الشام. يا سلام. القاضي حكم عليه بغرامة لأنه كان بيدافع عن مولانا السلطان أمير المؤمنين. عايز أقول لك حاجة يا أخ، أنا رجل دين. ما أنت قلت كده، أنت رجل دين. رجل الدين بقى لا بيهمه ملك ولا سلطان ولا خليفة، لأنه بيكون عايش دايما في حمى ملك الملوك. فهمت ولا لسه؟ مالك يا فكري؟ مش زي عوايدك ليه؟ نوارة ابتدت تهددني. تهددك ازاي؟ ورأس مالها كله في ايدك، ومصروفها هي واللي معاها بيروح لها كل شهر منك. مخليها الكاتب والعسوي يقلبوا ورايا ويشوفوا اذا كنت بشتغل مع الانجليز ولا لا. الله، طب وهما مالهم؟ تشتغل مع انجليز ولا اتراك، هما مالهم؟ ازاي بقى؟ البلد كلها مش طايقة الانجليز وعمالين يضربوا فيهم من تحت لتحت، والمقاومة شغالة. مقاومة؟ مقاومة ايه؟ دول حرامية سرقوا قطر وباعوا، اداهم قد كده، قاموا سرقوا القطر التاني، وبعدين محاكة الانجليز كلها بتتباع في البطنية وتحت الربع بشوية ملاليم. انا مش مستريح. بقولك ايه؟ انت تاخد ادخن اتنين من اخواتي يمشوا وراك ويحرسوك، ايه رأيك؟ على اخر الزمن همشي ورايا فتوات يحرسوني. الله، وفيها ايه؟ ما هي سمارة ماشية وراها شوية فتوات بيحرسوها هنا وهناك. دي رقاصة. فيها ايه؟ ما هي بتشتغل برضو مع الانجليز. اسكتي اسكتي يا ياسمين، انت مش فاهمه اي حاجه. اسكتي. بيقولوا ان الانجليز زرعوا الغام حاجه كده زي الانابل حوالين المعسكر بتاعهم في العباسيه وفي الكنال، اللي يدوس عليه ينفجر ويضيع. عفاريت ابلسه بيحموا نفسهم بالقنابل. انا عايز كلام. ليه عايز اسويه؟ عايز كلب. كلب؟ انت عايز كلب تعمل بيه ايه؟ هتقول انتوا بس كلب وانتوا هتشوفوا انا هعمل بيه ايه. الجيش الانجليزي شد طوارئ امبارح وباتوا ليله مخيفه جدا، لان في مجموعه الغام اتفجرت حوالين المعسكر. بس لما النهار طلع اكتشفوا ان اللي فجر كل الالغام دي كلب. كلب داخل يدور على رزقه، رجله جت في لغم انفجر اللغم، نط الكلب نزل على لغم تاني،
انفجر برضو اللغم، يعني كلب هو اللي صحى الجيش الهمام وخلاه شاب طوارئ. لا ده الكلب اترمى على اللغم من فوق السلك الشايك. يعني كان حد عايز يخش؟ مش يمكن كانوا عاوزين يخوفوهم؟ عموما المصريين اكتشفوا طريقة جديدة لتفجير الألغام. المهم أخبار الشيخ محمد عبده إيه؟ الشيخ محمد عبده بيقعد في جامع البشورة في لبنان يفسر القرآن، وابتدى يبقى له مريدين. عظيم عظيم. أنا فاكرة طلبك يا سعد بيه، لكن الشيخ محمد عبده مش هيرجع بموافقة من الخديوي، لأن الخديوي نفسه ضده، لازم السلطان بنفسه يتدخل. كده يبقى الشيخ محمد عبده هيطول قوي في لبنان. لقد آخى الرسول الكريم بين المسلمين عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. نعم، بعد الهجرة. بالضبط. وضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قيمتين عظيمتين من قيم الإسلام: الإخاء الصادق والمساواة التامة بين المسلمين، وجعلهم رابطة واحدة لا تنفك أبدا بين أفراد الأمة. والقرآن الكريم يا أخوانا بيوضح هذا المعنى في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون أخوة. إيه؟ جعل المسلمين عائلة واحدة. عيلة واحدة، جعل المسلمين عيلة واحدة بينها تكافل، وفيه رعاية من السليم للمريض ومن الغني للفقير. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إيه نعم، إما واحدة من بنيان متساند. وضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا آخر للمسلمين في الإخاء والتعاون بينهم، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال رائع للي لازم يكون بين المسلمين. ويضرب صلى الله عليه وسلم مثلا آخر للمسلمين فيقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. ويختتم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يختتم هذه المعاني النبيلة في التآخي بين المسلمين، فيقول عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لو نحن بنطبق هيدا الكلام اللي قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بقى شكلنا إيه؟ أهو المجتمع المترابط المتآخي اللي احنا بنتكلم عنه ده يا أخوانا، واللي وضع أسسه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هو أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. الناس بتتكلم من تحت لتحت كده، بيقولوا ان غفير مراتك الاولانية هو اللي فجر معسكر العباسية. العيسوي؟ لا يا باشا، لا لا ما افتكرش يا باشا، اصل يعني هيفجرها ليه؟ طب بس اتأكد من كده. ونتأكد ليه يا باشا؟ ما يجروه على طول يدلوا العلقة المتينة، يخوفوه ويخوفوا غيره. نفسي يا باشا، نفسي الواد اللي اسمه العيسوي ده ياخد علقة متينة. هو معاه حد تاني تنظيم ولا حاجة؟
جيت وراه لهوني قلت أصطاده من بعيد لبعيد، لقيت معه إبراهيم بيك حمادة والأمير شكيب أرسلان وناس كتار. وإيش هنسوي يا زلمة؟ ما في حد مصدق إن محمد عبده حواليه كذا واحد، وبيتهمونا بالفشل ونازلين فينا شتيمة. طب وشو هنسوي؟ هالزلمة كل حواليه كل يوم بيكتروا وكل حبايبه بيزيدوا، وشو بدنا نسوي؟ بالرغم إنه بيشتم في السلطان وما هو خايف من حدا. محمد عبده راجل خطير، لا حيقدر عليه السلطان ولا رجالة السلطان. وإحنا؟ إحنا المتوظفين مشان نقتله، شو بدنا نسوي؟ حندوخ وراه السبع دخات لحد ما نلاقي فرصة واحدة يكون فيها لوحده نخلص عليه ونقتله. نفسي أشوفه ولو لدقيقة واحدة لحاله، بخلص عليه وريح راسي. إيه هو التنظيم اللي أنت منتمي ليه؟ منتمي؟ منتمي إيه يا بيه؟ أنا اسمي العيسوي، مش منتمي. مين معاك؟ ربنا، ربنا معانا كلنا. كان معاد ليه؟ ليه كده؟ الله، ليلة الحاجة دي؟ أنت اتجننت؟ أنت بتتعدى على رجل الأمن أثناء تأديت وظيفته؟ هي وظيفته إنه يضربه يا حضرة الضابط. سعد زغلول المحامي، وكيل عن السيد العيسوي. أهلا يا سعد بيه. العيسوي متهم بتفجير ألغام معسكر العباسية. مفرد، عندك شهود يا حضرة الضابط؟ الشهود سهلة يا سعد بيه. آه، شغل تلفيق. بطل غلو يا لأ. لا، مش من حقك يا حضرة الضابط. مصر كلها هتعرف انه حصل اعتداء على موكلي سيد العيسوي من قبل الشرطة، وانا بنفسي هكون شاهد عند القاضي بهذا الاعتداء. جرى ايه؟ هي غابة ولا ايه؟ امن القوات الانجليزية مهدد بيه وبامثاله يا سعد بيه. وعايز اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ايه؟ احرسهم حاجة تفلة؟ اتكلم على قدك يالا. قدوا ايه يا حضرة الضابط؟ ما انت لسه معترف بنفسك انه مهدد الجيش الانجليزي بحاله. قصدك ايه يا سعد بيه؟ قصدي ان اللي زي السيد العيسوي قدره كبير جدا، واي وطني حقيقي يعرف الدور اللي بيقوم بيه هيحترمه قوي. انما للاسف انتوا ما تعرفوش معنى الوطنيه. مالك يا غالي؟ ما فيش يا شيخ محمد، يظهر ان محمد الصغير عدقني. طب رايحه فين؟ هروح اشوف نعناع او اي حاجه اغليها عشان تريح صدري. لا، خليك انت يا حبيبتي مستريحة على السرير وانا هغليهولك. هتعرف؟ هحاول. اصلا انا دلعتك وما خليتكش تعمل اي حاجة في البيت. بس ان شاء الله من هنا ورايح واحنا في غربتنا دي هعمل كل حاجة في البيت وحريحك. ربنا ما يحرمنيش منك يا شيخ محمد، انا هبقى كويسة. تعال انت بقى اقعد وطمني، احكي لي عملت ايه النهاردة. مفيش، جاوبت على مسائل كتير مختلفة زي نجاسة الدم وغيره. زي دم الحيد مثلا؟ بالظبط يا غالية. أصل الحقيقة فيه بنات كتير وستات حتى ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده. سألتني واحدة عن دم الحيد فجاوبتها بحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فقالت إحدانا يصاب ثوبها من دم الحيضة، ماذا تصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرده بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني إيه تحطه وتقرده يا شيخ محمد؟ تحطه يعني تحكه، وتقرده يعني تدعكه في المي، يعني باختصار تدعكه في المي لغاية ما الدم يتحلل ثم تصلي فيه، لأن المهم هنا هو نظافة التوب. مفيش داعي للاهتمام الزايد بعيسوي عشان ما تلفتوش الأنظار ليه. لا يا أميرة، أنا مش مع الرأي ده. الناس اللي بتقاوم لازم يعرفوا إن كلنا معاه. أنا روحت للقاضي النهاردة وإن شاء الله العيسوي هيخرج بكرة. وليه مش النهاردة؟ الإنجليز يا سيدي عايزين يستجوبوه تاني. أنت قلت إيه في درسك النهاردة يا شيخ حسن؟ ده عامل قلق شديد جداً. قلت إن الدين بيأمرنا بالجهاد، وإن اللي يسكت على الخروج على فرائض الله شريك الخارج. أنت جبت الفتوى دي منين يا شيخ حسن؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهو درسك ده بقى وصل الداخلية. يفصلوني، أنا حقيقي زهقت منهم ومن عمايلهم عشان يكمموني. حيلك حيلك يا شيخ حسن،
ومن غير اندفاع. انت عايزهم يجاهدوا ضد مين؟ وهل من مصلحة الناس ان هم يجاهدوا دلوقتي؟ ليه لا؟ ويقفوا بصدورهم العريانة ضد مدافع الانجليز؟ لازم نقاوم، لكن بمنتهى العقل والحكمة. وكل ما العمليات بقت مدروسة ومنظمة، كل ما أثرها بقى موجع جدا وشديد الإلام. احنا لازم نعمل حاجة جامدة عشان يعرفوا ان العيسى هو مش لوحده. ربنا يرزقنا بكم واحد يقتله. تخافوش يا اولاد، شويه كحه وهيروحوا، هبقى كويسه. لازم ابويا يعرف اللي حصل. لا يا محمد، ما تجيبش سيره لابوك، ده مش ناقص قلق فوق القلق. طب وانتي؟ هبقى كويسه ان شاء الله. تعالي يا فاطمه، تعالي تعالي يا اولاد. شوفي يا فاطمه، تعالي يا محمد، انا عايزه اوريكم النار بتسوي ازاي عشان تعتمدوا على نفسكم من هنا ورايح. انا صليت ونسيت اقرا الفاتحه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. يعني قراءه الفاتحه واجبه. قراءه الفاتحه واجبه على الامام وعلى الماموم وعلى المصلي المنفرد، وحتى إذا صليت ورا إمام وهو بيقرأ الفاتحة أنت كمان اقراها في نفسك. يقول عز من قائل في حديثه القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. والمراد بالصلاة هنا هو الفاتحة. ولقد قسمت الصلاة، أي قسمت الفاتحة نصفين. النصف الأول فيه تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، أما النصف الثاني ففيه دعاء لله سبحانه وتعالى بأن يهدينا الصراط المستقيم. كنت قاعد في الجامع مستني الصلاة ونمت، أتوضأ تاني ولا لا؟ يقول أنس: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: بي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، فلما قاموا صلوا، يعني صلوا من غير ما يتوضوا تاني. والأقوال كثيرة ومختلفة في هذا الشأن، ولكن ما نريد أن نوضحه ببساطة أنه إذا كنت جالساً في المسجد منتظراً صلاة ثم نمت فلا ينقض وضوءك. سمو الأميرة. أيوه. في ناس بتتكلم في السياسة في صالون سموك. ده كلام صالونات، يعني ملهوش أي معنى، تسالي يعني. مش فاهم، ممكن حضرتك توضحي لي معنى الكلام؟ اللي بيتكلموا في صالون زي صالوني ناس عايزة تبين إن هي فاهمة وقارية وعارفة كل حاجة، حاجات زي دي يعني. أيوة. ده بيبقى كلام ملهوش أي تقل ولا تأثير على حد، واللي بيتكلموا ما بيعملوش، واللي بيعملوا ما بيتكلموش. العيسى وغفير نوارة جه صالون سموك كذا مرة. حصل. ما تعرفيش حاجة عنه؟ عاوزنا نعرف إيه عن غفير؟ آسف سموك، أنا مش فاضية النهاردة ومشغولة أوي. اتفضل. آسف ضيعت وقت سموك، عن إذنك. شيخ محمد عبده. ايوه. ايه اللي بيخليك تحكي بامور السياسي والحكم؟ حكم؟ حكم ايه اللي انا اتكلمت فيه؟ انت ادرى يا سيد، انا كنت بتكلم عن احوال المسلمين
وازاي ان المسلمين كلهم زي الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء. ها هديك رجعت تاني لهالحكي عن مصر وعن الاحتلال البريطاني ليها والغيرها، وهذا النوع من الحكي ما بيعجب الحكام. طب وانت شخصيا ايه رايك؟ المره دي بسيبك تروح لحالك، لكن المره الجايه بكسر راسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يظهر إن الواحد لازم يشيل عصاية تاني. أهلاً يا سيد عيسوي. أهلاً وسهلاً بيك يا سعد بيه. اتفضل استريح. إيه خير؟ في حاجة حصلت؟ حد اتعرض لك ولا حاجة؟ لا أبداً أبداً يا سعد بيه. أنا بس كنت جاي يعني علشان علشان أدفع الحساب. حساب إيه؟ الحساب يا سعد بيه، قصدي يعني الاتعاب. اتعاب يعني؟ طب وانت يا سيد عيسوي مين يدفع لك اتعابك؟ اتعاب انا؟ وانا عملت حاجه؟ انت رفعت راسنا كلنا، انت واللي زيك، خليتونا نحس ان احنا بني ادمين لسه عندنا كرامه وقدره على المقاومه. لا يا سعد بيه مش كده، الكلام ده كبير قوي، انا مش قده. انت راجل حر يا سيد عيسوي، وانا ليا الشرف ان انا دافع عنك انت واللي معاك. ياه انت ما شفتنيش زمان يا سعد بيه، كنت حاجه تانيه خالص. ياما ضريت خلق واذيت ناس، بس والله العظيم انا ندمان، ندمان على كل اللي عملته. وبسأل نفسي يعني يا ترى اللي انا بعمله دلوقتي، اللي انت بتعمله دلوقتي علشان بلدك وناسك، بحر بحر تتغسل فيه كل الذنوب. ما تخافش من اللي فات، لانه كان على قد فهمك وظروفك. انا حاسس ان انا ما كنتش فاهم اي حاجه، لمؤاخذه كنت عامل زي البهيمه مش فاهم اي حاجه. انت كنت فاهم الفتوانة غلط، كنت فاهمها فتوانة على الناس، لكن متهيألي انت دلوقتي فاهم الفتوانة بشكلها الصحيح. ازاي يعني؟ يعني بقيت فتوى للناس مش على الناس. فتوانة عدل وحق وخير. عدل حق وخير. ياه ياه ربنا سامحني بقى على كل اللي عملته. ربنا يسامحني. ما تريتيش يا بنت يا فاطمة، الناس كلها بتضحك وبتقول إن فكري أكتر واحد بيتاجر مع الإنجليز. يخرب بيته بتسنينه الصودة، أنت متأكد من الكلام ده يا كاتب؟ متأكد، إيه اللي متأكد؟ هو في دخان من غير نار؟ أيوة يا أختي، هو في دخان من غير نار أهو قالك، وأنا كمان عارفة ومتأكدة. أصل واحد من الكبار قوي 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 حبايبنا عرف إنه خد عربية متحملة بضاعة وراح سلمها هناك في القرنص عشان خاطر الفلوس. أه يا ناري منك يا فكري. طيب ربنا ينتقم منك يا بعيد، ربنا يقصف رقبتك زي ما انت صغرت رقبتي قدام الخل. بس يا نوارة لازم نتأكد، ده كلام يطير في رقاب. أيوة، أول ما يرجع العيسوي بالسلامة ندور ورا فكري عشان نعرف الناس بتقول عنه كده ليه. مش يمكن يا أخويا حقد أو حسد أو حتى أشاعة؟ يا رب تطلع أشاعة، لحسن انت يا نوارة لو اتأكدتي هجيبي عليها وطيها. بس كده؟ ده انا لو اتاكدت ومسكت دليل في ايدي يا خرابي مش هيكفيني فيه ان اطربع الوكاله فوق راسه. اهدى اهدى. ايه الضبط ده؟ هو في فرح في الشارع بتاعنا ولا فيك؟ نورت بيتك ومطرحك. الله يخليك، يا نورت وحشني. الحمد لله على السلامة يا عيسوي. الله يسلمك يا هاني، فرحت قلبي برجوعك يا عيسوي. الله يسلمك. ألف حمد لله على السلامة يا معلم عيسوي. الله يسلمك يا كاتب. أنا ما قلتليش مين بقى كان المحامي بتاعك؟ أنا؟
سعد زغلول يا ولا يا راجل بنفسه ايوه بنفسه بقول لك ايه يا هانم أيوه. انا خرمان قوي عايز كوبايه شاي تقيله من بتوعك يلا كوبايه شاي بس ده انا محضره لك براد شاي بحالي الله يكرمك براد شاي ايه ده انت تلاقيك هفتان وما كنتش بتاكل قول ده كربت ده كارين طب ده انا الود ودي اذبح لك جاموستين جاموستين ايه ده كارين ايه ده كارين ايه يا نوار ده انا كنت في الحبس مش لاقي حتى لقمه ناشفه اكلها يا هانم اجلي الشاي اجلي اول ما اكل الدكارين والجاموستين اللي بتقول عليهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام خفف بفضلك ورحمتك عن ابني وعني إنك أنت الشافي سبحانك اللهم إني أسألك فأنت أهل العفو في كل شدة وأنت الملاذ في كل كرب أنت اللطيف بعبادك الخبير بالهموم القادر على الشفاء اللهم اشفي ابني اللهم اشفي ابني واشفني اشفني يا رب مين؟ مين؟ أنا الباشا تجري افتح الباشا مين اللي هيجيب الباشا دلوقتي؟ سعادة الباشا ايه يا فكري ما فتحتش بسرعة عليك إيه لا ابدا يا باشا اصل يعني كنا فوق بالنا فيعني على بال ما تتفضل يا باشا تفضل يا باشا اهلا وسهلا تفضل يا باشا تفضل اصل انا كنت سهران مع الضابط الانجليزي فليمينج مبروك احنا خدنا التوريد لمعسكر المسخوطة كمان ملاش لازمة العصاية دي يا هانم طبعا يا باشا ولا هي كمان ليها لازمة تفضلي يا بنتي تفضلي تفضلي طب يا باشا ما يدونا يا باشا يا باشا ما يدونا يا باشا خط الكنال كله يعني واحدة واحدة يا فكري ما تستعجلش إنما إيه حكاية العصاية اللي كانت مع مراتك دي والمسدس اللي في إيدك لا أبدا يا باشا أبدا أصلي يعني في ناس كده بتهددنا اليومين دول شاور لي عليهم شاور كده بس وانا خلي الانجليز يمحوهم من على وش الارض نهائي الواد اللي كان بيشتغل مع مراتي بسيطه تتلفق له تهمه يروح فيها في 60 داهيه المحامين الكبار هيطلعوه منها ده بيقولوا سعد زغلول والهلباوي وقاسم امين والبرنسيسه نازلي كل دول عاملين حفله تكريم ليه بكره بمناسبه خروجه من السجن بسيطه سيب لنا الحكايه دي تعرف النوارة مراتك دي هبلة وعبيطة ووش فقر عرضت عليها افتح لها كباريه رفضت انما البنت سمارة بقى رقصت وزغبطت ونهد كمان رقصت الفلوس يا فكري بتشد الناس بتلمهم في حد في الدنيا يكره الفلوس هات قهوه يا سيد حاضر جبش حاجه لا ماشي يا سيدي المعلمين ايه اللي جاب البتاع ده هنا رجليه يا سيدي المعلمين بقول له يتكل على الله علشان وشه بيطفش الزباين مش همشي يا معلم انا قاعد بامر بالحكومه ليه يا اخويا كنا مشبوهين ولا مشبوهين احنا احرار بقى حكومه طب ايه رايك بقى ان انا هرفع عليك وعلى اللي جايبينك قضيه انت اسمك ايه يا مخبر انت ليه مش عاوز تتعاون معانا يا معلم انا حر هات من اللي يقعد عندي في القهوه اشرو قدامي ولا سهير نعملها معلم وخر الحته اللي كان قاعد عليها مخبر الانجليز ده البلد اتملت منه يا سيدي المعلمين مره كان ناس ومره صايع ومره مساح جزم الواحد مش عارف هم شمشموا عليه بالظبط يا سيدي المعلمين بيخوفونا يا اخويا بس احنا بقى ما بنخافش الا من اللي خلقنا ورياض من قدامي هلا اعمل لكم كوبايه شاي يا سهير هوا معلم القرآن دعوة عامة دعوة عامة للناس جميعا للناس كافة للناس كلهم يعني يقول عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم والقرآن دستور دائم
وتشريع مستمر، مستمر باستمرار حاجة الناس إلى التشريع، يعني باستمرار الحياة، لأنه طول ما في حياة فهناك احتياج من الناس إلى التشريع. فيأتي القرآن الكريم لكي يكون هو هذا التشريع المستمر. ولقد تكفل السميع البصير بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقصص القرآن عن المنافقين وغيرهم هي دروس تنطبق على المنافقين في كل عصر وفي كل مكان، لأن القرآن الكريم إمام وهادي، فاجعله دوما نورك في كل أحوالك وأفعالك. وهل حال الرضية التي نحن فيها يا مولانا؟ إن مع العسر يسرا. يقول عز من قائل: فإن مع العسر يسرا. والآية الكريمة كما ترى يجب أن تكون عبرة لهذه الأمة، ويجب أن نعرف أن مع العسر يسرا، وأن وعد الله في هذه الآية حق. نحن مخنوقين من هالحالة اللي الأمة وصلت لها نتيجة لضعف السلطان. ما هو عشان كده التأكيد موجود، والتأكيد موجود مرتين، مرة باستخدام إن وهي حرف تأكيد، ومرة بتكرار الجملة. يعني لو شكيت في لحظة إن الإعصار خلاص هيخنقك، ربنا جلت قدرته بيكرر لك مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طب قلي، لو واحد مريض مرض موت، فين اليسر اللي هيجيله؟ في الموت، في الموت اللي هيريحه من آلام هذا المرض. ومع ذلك فأنت لازم تستخدم كل مواهبك لدفع هذا العسر عنك، ثم يعاونك الله سبحانه وتعالى لدفع هذا الإعصار أيضا. إنما بقى واحد عايز نهاية بلا بداية أو نتيجة بلا عمل، فده يبقى غلطان.